نويت إن شاء الله أن أعتمر عن عدة أشخاص متوفين، وسؤالي هل يجوز أن أعتمر لهم جميعا بطواف وسعي وتقصير واحد، أم أن كل واحد لوحده بطواف وسعي وتقصير في دون مشكورين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإذا كان هؤلاء الذين تريد الاعتمار عنهم أمواتا فلا بأس أن تعتمر عنهم بشرط أن تكون أنت قد أديت العمرة عن نفسك، ولكن لا بد لكل واحد من عمرة مستقلة لطواف وسعي وتقصير، لأن العمرة لأن الحج لا يجزي إلا عن واحد، وكذلك العمرة لا تجزي إلا عن واحد ولا يقبلان الاشتراك. نعم.